العماد ميشيل عون ما استولى على أملاك الناس ببيروت وعمل سوليدار. العماد ميشيل عون ما استولى على الأملاك البحرية ولا باع باسبورات لبنانية. العماد ميشيل عون ما عمل صفقة البوما. العماد ميشيل عون ما طمر براميل نفايات سامة بمنطقة كسروان. العماد ميشيل عون ما أعدم ضباط الجيش اللبناني ورماهم بالحوض الخامس. العماد ميشيل عون ما هو اللي غطى السنيورة لما اتهموا القضاء باختلاس 90 مليار ليرة لبنانية بمحرقة برج حمود. ما سرق 11 مليار ليرة العماد ميشيل عون. ما احتكر الترابة والفيول والمازوت ومافيا الموتيرات وغطاهم كلهم سوا. العماد ميشيل عون ما عنده محطات بنزين بأمريكا. العماد ميشيل عون ما غطى محمد الحوت وعبد المنعم يوسف وحميد كريدي وحسن قريطي وسوكلين. العماد ميشيل عون ما عنده مجلس الجنوب ولا مجلس الإنماء والإعمار ولا صندوق المهجرين. العماد ميشيل عون ما تاجر بدم شهداء الجيش بعرسال حتى يعمل رئيس جمهورية وغيره عملها. العماد ميشيل عون ما بعت دعم للنصرة بعرسال لما احتلوا أرضنا 400 كيلومتر من أرض لبنان، ولا بعت حفاضات وحليب على سوريا تيدعم داعش والنصرة. العماد ميشيل عون ما طالب بإبقاء 1.5 مليون نازح سوري بلبنان. العماد ميشيل عون ما أسقط القوانين الإصلاحية بمجلس النواب اللي طرحها التيار الوطني الحر. العماد ميشيل عون ما ترك المقاومة بحرب تموز وعمل بعت رسائل من تحت الطاولة للإسرائيلي بوقت الحرب بال 2006. ما عطل عماد ميشيل عون موازنات من 2005 ل 2016، 11 سنه ما كان عندنا موازنات بالدوله اللبنانيه. ما عنده جمعيات وهميه العماد ميشيل عون. ما سرق مصريات باريس 1 و2 و3 وما بنعرف وين تبخرت هي المصريات. لما بدهم يتهموا العماد ميشيل عون يتذكروا كل فريق سياسي شو بيتحمل مسؤوليه من هودي اللي انا قلت لك اياهم، وبعدين يجوا يحاسبوا العماد عون.